ماشي مشكلة، ابقى ابقى دور صح. السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، مباشرة معكم من مدينة الرباط، بالضبط العكاري، حي العكاري. كما كنلاحظوا عندنا واحد معاناة ديال واحد السيدة مطلقة، عندها واحد وليد، كتعيش في بيت، عندها مرض القلب، محتاجة لواحد العملية اللي تقريبا الثمن ديالها كيساوي 8 مليون درهم. كنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تيفي داخل أو خارج أرض الوطن يحاولوا يربطوا الاتصال بها. راك شفت الوضعية ديالها كي عايشة، بقاو معنا باش نعرفوا يعني الوضعية المزرية اللي كتعيش هاد الأسرة هادي. السلام عليكم، نشوف واش كاين الصوت. كاين الصوت، بسم الله. عاودي لنا على الظروف اللي كتعيش. انا سميت رشيدة، مريضة بالقلب وما عنديش باش ندير العملية، وحالتي هانت مكشوف، وكانت هاد المحسنين يساعدوني باش ندير هاد العملية، وعندي امي راعيات، وعندي الولد تيقرا، محتاج مشعل من حاجة وما قادر. انا كاريا. شحال كاريا؟ ب20. شكون شي خاص لكم كار؟ انا المحسن. وشنو كديري؟ عايشه مع المحسن. هما اللي يعطيوكم؟ اه. وكاين عندكم لا راجل في الدار؟ ما عندكم لا عائله؟ لا ما عنديش، عندي الله. امي مسكينه اللي كتقاسي عليا. كيدوزو العيد يعني؟ المحسن هما اللي جابوا لي واحد الخضر، والحمد لله. ولعبوا وما كندير ليكمش، وعندي اعاقه. مع الفلوس ما بقيتش باش نعيش راسي. 18 عام وانا معاق. 18؟ وشنو سبب الاعاقه ديالك؟ طاحت مع واحد الدار. شحال تلعب؟ 15. عزف ليا. كنتي صغيره ديك الساعه؟ شحال كنت في عمرك؟ كون عندي 28 عام ديك الوقيته. دابا 18 وانا معاقة. ما كاينش شي جمعيات شي حاجة شي ما لقيتش، ما كانش اللي ساعدني حتى واحد. حتى واحد. امي براسا عندها العين سجلالة وما لقيناش باش نديرو عليها. هي كتعيشو نتوما كاملين هنايا؟ اه هنا بثلاثة في هاد البيت. اه كاين حتى شي واحد يعني تيجي يعاونكم ولا كاين الناس الحومة هنا باش يعاونوكم؟ يعاونوني بس شي قليل، بس يقدروا على 8 مليون. ولدك شحال في عمرك؟ عندي 14 عام.
طيقة وخازم الحام يا جماعة كيف قدرت نوفر عليك؟ شحال في عمرك دابا؟ ها؟ شحال في عمرك؟ 48 عام. ديك الساعة فاش كان الوليد كنتي صحيحة ديك الساعة ولا؟ اه لا بزاف. وانتي هاك؟ اه والراجل تخلى عليك؟ تخلى عليا ما بغاش يتم معاقة. اش كيدير هو؟ في الله. فين؟ في خميسات. انا في الاول كنت ساكنه في المعادي، عطاني واحد الراجل واحد البيت، ومن انا مرض جيت كيت انا متبع حدا السبيطار، فهمتي؟ فهمت. يا سيدي جيتو هنا سكنتو شحال؟ بقيت سكنتو هنا دابا 4 شهور. 4 شهور؟ اه شويه منكم 4 شهور باش سكنتو هنا. وشكون اللي خلص لكم هاد 4 شهور؟ هادي المحسنين هما اللي والعائله شويه كل شويه شويه كل شويه. تعاونوني داخل بعيد. والزوج ديالك ما تيعاونش؟ لا مداخلين. ما عمره عطاكم شي حاجة؟ لا ما تعطيني حتى حاجة. ما تنسوني الولد ديالو؟ لا. ونعم الأب. الله يخليك لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا شنو كطلبي دابا؟ وزعما حسن يعاونوني يشافوا حالتي. يعاونوني. ها الام ديالك؟ امي هذه عيطي على الواتساب. امي ايش تهضري؟ يعاونوني العملية ولا يعاونوني على شي ساكن على قد الحال. ان شاء الله ان شاء الله. انا ما عنديش هاد الشهر هذا دابا غيخرج ما لقاش باش نخلصو. انا عندي غير هاد البنت ومرضات ليا، طاح ليا من فوق واحد السكن وترست ليا وقصيت معاها وما جابش الله ما لقيت لي عاوني، ودابا عاوتاني راه مرضات ليا بالقلب وعندها الجلطه وداكشي، وعييت ما نجي السبيطارات ما لقيتش لي عاوني، وحاله ضعيفه انتم كتشوفوا اللي عطى الله، وانا كاريا بيت على قد الحال خلصوه ليا غير المحسنين، العريس شراو ليا المحسن اللي سكن شراوه ليا جابوه ليا، وهانتا كتشوفوا الحال انا بغيت دابا الله يجازيكم يكون بخير تعاونوني على بنتي وهذا الوليد اللي عندي. ما بغيتوش هذا تيقرا؟ تيقرا 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 هذا العام في السبعه راه طلع دابا غيطلع ان شاء الله تامر ان شاء الله. هذا الشيء اللي عطى الله ولدي هانتم كتشوفوا الله يجازيكم بخير. والوضعية ديالكم هنا كيفاش؟ هادي هي الوضعية، هادي هي الوضعية، هادشي اللي عطا الله. الناس كان طالبي يعالجوا ليا بنتي، وإلا سخاهم الله يعالجوا ليا بنتي، ولا جاب الله يديروا ليا شي سكن على قد الحال هنايا نعالج وليداتي. شكرا كريم اخر. كنشكركم وكنشكر كاع المحسنين اللي شافوا حالتي ويعاونوني وعاونوا ولدي، الله يكثر خيركم الله يكثر خيرهم، عاونوني وما سمعوش ليا، انا محتاجه ليكم الخوف الله يرحم الوالدين. الله يجازيكم بخير ولدي كاملين اللي شافنا وبغى يدير فينا الخير الله يجازيه بخير. هاد الوليدات اللي جاو عندي وتمحنوا الله يرضي عليهم والله يجازيهم بخير. هادشي اللي كنطلب معاكم الله يجازيكم بخير اسيدي والله يرحمكم. والنمره ديالي هي هادي الله يخليكم. حافظه حافظه. اه قولي 07 77 39 66 85. شكرا. قاريه. اه شنو عندك؟ سكين قديم. اه تبارك الله. هي زايده في 75. عندي 48 في المسيرة. غادي الشغل. ها هو قديم. ها انا نصور امك. اه الله يخليكم الله يرحم الوالدين. تشوف ديك الورقة؟ هذه هي. شوفي. دغري نشوف. هادي هادي هادي.
شنو قالوا لك عندك؟ عندي صمامة. صمامة مبوشية. مبوشية. خصك تبدليها. خصك تبدليها. هو البريد. ثمن. ثمن. هذاك 11 مليونين ماشي. ايوا. ما عرفت علاش اللي قالوا لي. صافي الو في سلامكم وي وي شفتي من بعد الإعاقة عايشة في واحد البيت اللي كارية بألف درهم وحسين هو اللي كيحاول يعطيوها يد المساعدة أربع شهور باش سكنت هنا جات من عزيز اللي هنايا عندها يعني مريضة بالقلب خاصة واحد الصمامة تقريبا الثمن ديالها شي 11 مليون هادشي اللي شفت في الورق دابا كنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تيفي داخل أو خارج أرض الوطن يحاولوا يربطوا الاتصال بها.